بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. على شك عبد الضعيف أي تحت الحزب الأصلي المعاصر، السبب بسيط، يرمو النحية غوصة كواضحة. أولا أفهم بأنه المكان اللي خصك تسير هو هذه اللي حبس الحزب الأصالة والمعاصرة، اللي حنا هي العالم بالحضور تبارك الله رجالا ونساء. ريح الحزب اللي خصك تسير ريحة تسير من إن رئيس خصو المشاكل نتزنيت أما زوف لا، وأنا لازم نتراق البال ماشي هو أنا قرأتني في الجماعة تاوي تاسن المشكل من المواطنين اما المدينة ورس في التاوي. اذا هاتي غاية لنا حكي غاية كله هاتي بلاد المغرب لا كاش الحرية، بلاد اللي كاع حر دستور اللي خصو تمن اما سوى 2011 يقايا الدستور على كان حرية للمغاربة كل إن الذين فيه من عكس كان طبعا في إطار القانون. إذا يمكن وفيه حنا أقيم وفيه حنا أقيم غير أي صحن غير أسي ممكن أكيس أي أدريك يعني القناة اللي سيخصى أساس تصلح لمشاكل النوم اللي تعلق لي بالدين تنيت اللي خلي ميدان مارس الميفوركين، وفعلا بانه صدر الدفعات المشاكل. كذلك من الاسم نحن الاسم توكاليو الاصدقاء اللي تغريح الناس المدرسه كامل النقيين حيا كاز ولاد المغرب غاينا كانت ايام السبب. لذلك النقاد اخذ الشهر بزاف كلهم الدليل حاضرين حريق يركز ولاد المغرب ريحه المقالات اي بالنسبه سي ذاتي اي ديال العهد اي قال مقال العهد في العهد باش اي ان شاء الله بس نزنيت حلمتيت ولا حياتي ما كيسيني تغيير اللي سي خصايني تغيير اللي سي كاين الحسابات اللي سي خصايني تغيير سمالي ما الاتجاه اولا السميه الحقيقيه ثانيا الصدق دون سكتو بين كاتات التوتاش مغصر اتفاق عليه اتفاق كذلك العمل. اذا غير سمك يمكن اطنح الكلمات ارض الشعب بزاف الحضور الشعب كذلك القيم الاقليميه الحزب المحليه الاقليميه والجهويه أتمنى إن شاء الله أن يحدى حسن القرن أنه إن شاء الله يحفظ تقانون الحزب الأصالة والمعاصرة في إقليم كلشي. أشكركم جميعا وأتي الشرف ليك خاصة لدينا حماس للموقعة المحلية الزرابيلة. أتمنى إن شاء الله أن تكون جميع كلاكات الموقع أمس باش إن شاء الله يعني تنميه التنميه الحقيقيه ماشي التنميه من الزواق. هذا هو الناس لو ما غاديش نخدم ما غنوعدوكمش وما غنبقاوش نديرو وعودات حيت الاثر والمعاصره جابت جديدات ما جاتش الوعود الكاذبه. حنا عارفين الازمات اللي وقعوا فيها كاع الاخوان سواء صعبة واللي
Thank you.